اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ سمك، ولما نقول سمك يعني هنعمل بطريقه مميزه طبق مكرونه بالجمبري، والجمبري ده جمبري لحم الكميه حسب رغبه افراد الاسره صغير او كبير. ومعانا كمان الفيليه بيكاتا، السمك هنعمله بالليمون، ده طبق مشهور في بعض المطاعم. ازاي نعمل السمك الفيليه بيكاتا بالليمون او بالزبده، حاجه لطيفه وجميله. ولكن خلونا نتكلم عن لما نعمل أكلة سمك. احنا لما بنعمل السمك بنخرج بره الروتين اللي هو مشوي رده، اللي هو مقلي، اللي هو كزبريه، الحاجات الجميله. الاولاد بيحبوا الجمبري ما يحبوش السمك، يا مامي انا مش باكل السمك. فلما نعمل له مكرونه بالجمبري وتاخد جبنه او ما تاخدش، اكيد هي في تفاصيل في الاكله دي هتعجب ولادك. كمان السمك الفيليه لازم يكون خالي من الشوك او الحسك. ازاي نعمله البكاتا بالليمون. اما المفاجاه النهارده بقى معانا اسموز عصير السعاده، عصير الرشاقه اللي هو اسموز الموز بالتمر والعسل. اكيد الموز مش محتاجين نتكلم عنه، غالب البوتاسيوم، التمر قيمه غذائيه عاليه جدا وسعرات حراريه، العسل غني عن التعريف. الثلاثه يجمعهم تلج وحليب ويبقى السموز بتاعنا لطيف وجميل بيناسب كل افراد الاسره الصغير والكبير. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده. اي نعم الماتيريال بسيط وسهل، ولكن الخبره العلميه والطهويه هنا طبعا هيكون لها دور كبير جدا. هستاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. خليها سمك النهارده، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نعمل طبق مكرونه بالجمبري النهارده بطريقه مختلفه سهله، هنشوف نعملها مع بعض ازاي ومقاديرها في متناول الجميع. كيس مكرونه سباكيتي من اي سوبر ماركت، جمبري لحم ممكن تشتري كيس مجمد يعني نص كيلو ربع كيلو 250 جرام حسب عدد افراد الاسره. معانا بصل، معانا ثوم، معانا ريحان وزعتر وشويه كريمه لباني. انا هخليك تعملي طبق المكرونه ده اسهل من عمايل كوبايه الشاي، ولا تاكليه بره ولا خلافه، يعني هتعمليه في المطبخ عندك وفي حله واحده. واحنا واقفين مع بعض كده بنتسلى اهو، حله على النار حلوه زي دي كده، هسيبها تسخن شويه. معانا شويه فلفله ملونه، ايوه زي الفل. المكرونه معانا الفلفل الملون الاخضر والاحمر والاصفر الجميل الحلو ده كده. والله برضو ناخد قرن فلفل سبايسي كده حلو، والسبايسي ده دايما طبعا باختيار الاسره، ولازم تاخدي راي افراد الاسره لان احنا بنعمل طبق بالجمبري فاكيد هيكون مكلف شويه، فمش هنخسر حاجه لو احنا سالنا الاولاد عايزينها بالجمبري عايزينها سبايسي ولا لا. هنمسك الفلفل ده نقطعه بالشكل ده كده، ممكن تقطع كريات صغيره كده، حلو قوي. والمره دي الطريقه سهله، يعني حبيت انا عملتها قبل كده ولكن المره دي عايز اعملها لك بشكل سهل جدا. وجربي تعمليها بالطريقه دي بس لازم تكوني عارفه انت بتعملي ايه. فلفل بالشكل ده يتقطع، معانا جمبري لحم، معانا مكرونه سباكيتي. بيقولوا لي في الكنترول دلوقتي ينفع بدل السباكيتي نعمل مكرونه بينا؟ ينفع، بس يفضل البنه في عمايل الوايت صوص، يعني لو بنعملها بالبشاميل مثلا وداخلها وايت صوص اللي هي الكريمه اللباني مع البشاميل ماشي، ولكن السباكيتي بتبقى مع المكرونه مع الجمبري بتبقى لطيفه وحلوه. ومش هخليكي تكسري السباكيتي، تنزلي بيها سليمه. حلو الكلام؟
فلفل يتقطع بالشكل ده كده. ودايما الفلفل الالوان دي بالذات غنيه في فيتامين سي، فمش مشكله لما يكون موجود عندك في المطبخ دايما منها، خليها تشارك في الاطباق اللي بتعمليها ايا كانت بقى. الفلفل الرومي بتاعنا الجميل الحلو ده كده، وانت بتقطعي تخلي بالك من ايدك واصابع ايدك، لازم تكوني مسيطره على السكينه في مسكه ايدك ليها او السطور اللي بتقطعي بيه. دايما الخضروات الكبيره اللي هي الحجم الكبير زي الفلفل والبطاطس والحاجات دي، اختار السكينه اللي هي السلاح بتاعها عريض وكبير. هتقولي ليه؟ علشان تبقي في الامان. اما لو انت بتسحبي لحمه مثلا او بتخلي لحمه من الجلد او من العظم ايا كان، لازم السكينه هنا بتكون ايه؟ السلاح بتاعها مش كبير. الحاجات دي مطلوبه، لازم تكون عندك ثقافه فيها وعارفاها. ادي الفلفل متقطع بالشكل ده كده. القرن الفلفل الحار ده اختياري، خلونا نقطعه كده. تعالوا نشوف هنعمل المكرونه دي مع بعض ازاي بسرعه. طاسه على النار، هشيل دي من هنا خالص كده عشان مش عايز حاجه على النار غير هي وبس. احط شويه زيت صغيرين. حلو. مع الزيت ده هحط مكعب من الزبده. لطيف كده. في قلب الزيت. الحله دي هيتطبخ فيها كل الاكله مع بعضيها. حلو الكلام؟ عندي شويه زعتر محترمين. بنزل بوم هنا كده. الله، شويه بقدونس حلوين. المكرونه بتاعتي بالشكل ده كده. شفت الشقاوه؟ اهو. عندي الفلفل الالوان هسقطه هنا كده. حاجه جديده، جربيها. انت ممكن تعمليها احسن مني على فكره. حلو؟ واحنا شغالين مع بعض. كل ده مع بعضه. اهم حاجه الطاسه تكون سخنه. المكرونه نزلنا بيها. الخضار نزلنا بيه بالشكل ده كده. بصلايه ناعمه بالشكل ده كده. فص الثوم الناعم. اتحط في اطراف الحله كده. كل ده في الحله مع بعضه. حلو قوي. معانا الجمبري اللطيف ده، اللهم صل على النبي. ده جمبري لحم. تغسليه طبعا بالشكل ده كده. اختياري بقى، عايزه تزودي الجمبري شويه مفيش مشكله. ولادك بياكلوا السمك، كتري الجمبري. والجمبري احنا عارفين كده جينا غني باوميجا 3 ومفيد جدا وزي الفل. تمام. مكعبين من الزبده على وش الجمبري. معايا ميه بتغلى لوحديها بالشكل ده كده. عجبك انت الشكل انا عارف. خرجنا الجميل. الله، واحنا واقفين مع بعض كده. لوحه فنيه. خلصت المكرونه بجد يا شيف. ايه السهوله بتاعتك دي؟ هنغطيها ونسيبها على النار تستوي. مكرونه تتسلق مع الجمبري يستوي. هندخلها الفرن، هنشوف دلوقتي امتى. كل ده احنا مع بعض. توابلك هم شويه الملح شويه الفلفل والبابريكا اختياري. زي ارفع دي من النار. كريمة اللباني ما تقلقش في وقتها. كريمة اللباني هنحطها في وقتها. دلعها بالله عليك عشان الصينية دي مكلفة. مكلفة حاجات كتيرة قوي مش ماتيريال. حلو؟ أنت عارف إنك بتعمل إيه. رشة زعتر على الوش. ده أساسي.
غير الزعتر اللي احنا حطيناه في البدايه مع المكرونه عشان يعمل اصطدام مع الطعم. الفلفل الاسود بتاعنا، الملح كنترول زي الفل، بتسيبها على النار كده تعيش مع نفسها شويه. المطلوب ان هي تغلى على النار خالص. انا بجهز نفسي قبل الفصل اغطيها لك على طول مباشره زي الفل. ممكن مش هغطيها برضو واريح لك عشان انت حبيبي وحبيب هارتي، انا مش هغطيها. حلو قوي، هنخليها على النار زي ما هي كده زي الفل. ايه الجمال والحلاوه دي؟ احنا ممكن نهزها هزه لو تحابب يعني، بس هي خليها كده مع نفسها تعيش زي الحلاوه. اه هزه دي تتم كده اهو، شفت؟ اه شفت؟ انت عارف انك انت بتدور المكرونه مسكت في الحله لزقت في الحله خالص، تقلقش هي بتستوي مع بعضيها. بعلمتك ازاي تعملي مكرونه بالجمبري تنفسي نفسك كده وانت واقف في المطبخ، مفيش مطعم هيعملها زيك. كل الفكره دي بعد ما تستوي تقريبا وهتخش الفرن هنضيف لها الكريمه اللباني ونقلبها، نقلبها وما نقلبهاش حسب الرغبه. علمتك ازاي تعملي مكرونه بالجمبري بمدرسه تانية خالص، سميها مدرسه المغازي، ولكن بنفس التكنيك. اول حاجه نزلت بالمكرونه، لان هنا المكرونه اكتر حاجه ممكن تاخد وقت كبير في السوى، انما الحاجات اللي باقيه كلها ده اضافي عادي، مفيش اي مشكله سايبها، لان انا ممكن اقدمها بطريقتين. الطريقه الاولى ان انا ادخلها الفرن تاخد وش مع اضافه الكريمه اللباني، الطريقه الثانيه بسيبها على نفس الحله وبقلبها تكمل سواها، تبقى فكره عمل المبكبكه. مش عايز اطول حضراتكم، دوري ان انا بسهل عليكي تعملي اكله لطيفه جميله ممكن تكلفك شويه فلوس اه، بس الفكر العلمي هنا والطهوي كبير بجد ويستحق ان احنا نعملها لاولادنا، ونخلينا نجرب ازاي نعمل مكرونه بالجمبري بمدرسه بسيطه وسهله. استاذنكم اطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف السمك الفيليه القشر بياض او فيليه هامور او فيليه بورتي ازاي نعمله بكاتا بالكريمه والزبده. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل انا قلت ممكن نقدم المكرونه دي بطريقتين. الطريقه الاولى ان انا ممكن اقلبها مع بعضيها بالشوكه اللي معايا دي كده ومش هتروح الفرن، بس احنا حابين ناكلها ايه؟ حابين ان احنا ندخلها الفرن زي ما هي كده تاخد وش مع الكريمه اللباني، ولا نقلبها ونقدم معاها الكريمه اللباني؟ الكنترول اللي يقول لي الامانه ايه حابين ايه بجد. في طريقتين، وانا حابب اقول الموضوع ده عشان اللي حابب ياكلها كصينيه عادي، صينيه مكرونه بالجمبري، او ياكلها مكرونه بالجمبري مع الكريمه اللباني. هنا الرغبه بقى، هي دي الطريقه المختلفه. حابين قولوا لي، قول لمخرجنا الجميل. ما قول يبقى مش هتخش الفرن. طب ماشي خلاص. طيب طب بص بقى، بص على الشقاوه دي، بص بص اه شوف 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 شوف, شوف, شوف انا رايح فين دلوقتي، شوف انا رايح فين. اهو 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 هو ده، واعمل كده اهو 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 خلصت اهو. شفت الحلاوه؟ شفت الشقاوه؟ اه المكرونه استوت. زيزو بيقول لي المكرونه هتلحق تستوي. اه يا غالي، اه يا حبيب قلبي، شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمال؟ اهو الله، مش بهزر انا. ها استوت زي الفل، نحط عليها الكريمه اللباني ونغطيها وخلاص واستوت. اهم حاجه هنا بقى في الاكله دي بالذات وفي الطبق وفي الطريقه وفي المدرسه دي
كميه الميه اللي انت حطاها بتناسب المقادير اللي انت هتسويها، يعني يكون عندك نظر كده وعندك لمسه في ان الميه دي المكرونه تكفي تسويه المكرونه. دي مهمه جدا على فكره عشان مش عايز فيها سوائل كتيره. الوايت صوص هيجي لنا منين يا عم الشيف؟ حالا هقول لك دلوقتي هيجي منين واحنا شغالين مع بعض كده. هاخد الكريمه اللباني بتاعتي زي ما هي كده، اهي كده المكرونه والخليط كده زي ما احنا شايفين. هنجيب الكريمه اللباني بتاعتي. خلونا دي مدرسه تانية في عمليه عمل المكرونه. ايه المعتاد؟ ان احنا بنساوي المكرونه وبنساوي الجمبري مع الخضره، وحاجه تانية ان احنا بنخلط ده كله مع بعض وفي الاخر هناخد الكريمه اللباني نسقطها هنا، بنحط عليها معلقتين من النشا، واحد اتنين، بنحط عليها شوية حليب، حلو قوي، ونقلب دول مع بعض. يبقى الكريمة اللباني مع شوية حليب وشوية نشا، ونقلب دول كده، ونظبط الملح، شوية بقدونس حلوين مع سنة شبت صغيرة، الشبت هنا ملك الكريمة اللباني، ونقلبهم كده. تاني حطيت ايه يا عم الشيف؟ كريمة لباني وحليب ومعلقتين نشا بأطراف أصابع إيدك سنة شبت صغيرة ما تكتريش، مع شوية بقدونس حلوين، كل دول مع بعض. وأقلب، ما تنسيش رشة فلفل صغيرة ورشة ملح. هتقولي انك حاطه فلفل وملح قبل كده، ده لازم يتحط مع الكريمه اللباني. حلو الكلام، زي الفل. هناخد الخليط ده يا عم الشيف ناخد منه شويه، ويا على النار. بص بقى على الشقاوه. حلو قوي. سيبيها تكمل سوا بالشكل ده كده. اهوت يا فندم النيه. اعملي حسابك وانت بتحط الميه في سلق المكرونه انك تحط كريمه لباني مضاف ليها الحليب مع الزبده. زي الفل، زي الفل. وتسيبيها تغلي ونغطيها عشان نشوف اللي بعده. ده مهم جدا على فكره، ولازم الغطا هنا يكون غطا محكم. اغطيها مخرجنا الجميل، ايه رايك حبيبي هارتي؟ يلا يا فندم. على فكرة الغطا ممكن تجيب برضو تفاصيلها من الغطا. نبدأ من هنا، بص كده، بص كده، نبدأ من هنا. شوف المكرونة، المكرونة بتاعتك معاها الجمبري معاها كل حاجة. والكريمة اللباني عايمة فيها والجمبري وهي جاهزة للأكل. أعتقد إن احنا ممكن نقدمها كده ماشي، دخلها الفرن ماشي، بس بصراحة أنا عايز جاية على بالي يعني للأمانة. احط عليها شويه كريمه لباني وادخلها الفرن تاخد وش، تبقى لطيفه وجميله. واحنا دايما احنا المصريين نحب الطواجن الصواني اللي واخده الايه السكه دي. ايه رايكم؟ يلا مع بعض كده زي ما هي كده. اخبار الفرن ايه؟ جاهز معايا. ندخلها الفرن. حلو الكلام، زي ما هي كده. اظبط الشبكه بتاعتي. الشكل ده كده. اللهم صل على النبي. يلا بينا، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بص عليها، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه المدرسه دي؟ والصوره تسبق الحديث على الشاشه. ما اقفلش. لا انت جايبها ازاي بجد؟ ده في سنتي سنتي ما بين الفرن وما بين الحله. ده ابداع، دي مرحله الابداع. العب 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 العب. ونروح مع بعض نشوف الفرن اخباره ايه. فرن معانا صينيه مكرونه بالجمبري تقطع القلب بصراحه. تعالوا نطلعها مع بعض، فيها حاجات كتير قوي. عيني. جايز كده، هو ده. بص على الحلاوه، اسحبها لك بره شويه. ما اقولكش. ده في تفاصيل جوه حكايه. البقبقة. هو ده هو ده هو ده. طلعها عينية زي الفل. تاخد اللون، تاخد الشكل، سميه زي ما تسميه.
بس هي الطريقه نفسها طريقه تقدري انك انت تعملي مطبخ بمدرسه ثانيه بشكل ثاني بطريقه جديده ولطيفه وجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، مكرونه بالجمبري. الف هنا وشفا للي ياكل. اعتقد استخدامك في المطبخ هي صينيه واحده او طاسه واحده بنفس المدرسه اللي الشيف اشتغل بيها. حط المكرونه مع شويه زيت وشويه زبده، بشرح انا التفاصيل بقى على هدوء كده. وبعدين نزلت بالمكرونه، ما كسرتها نصين بس، او ممكن احطها سليمه مفيش اي مشكله، وتفرديها وانت بتحطيها عشان ما تعجنش منك، لان الطريقه هنا مختلفه. انت لو حطيتيها فوق بعضيها وهي لما بتستوي هتلاقيها مسكت في بعضيها، فلازم عشان كده انا جبت صينيه عريضه. كل التفاصيل دي في كل حاجه تلاقي فيها تفاصيل، لا ما عملتهاش في حله صغيره، لازم في حله كبيره بالصينيه بالشكل دي. نعمين. ما انا هتقلبها تستغنى عن الوش. الجوس حلو، حاضر، عينيا الاثنين. وبعدين نزلنا بالخضره بتاعتي اللي هي فلفله ملونه حسب الرغبه، نزلنا كمان يا عم الشيف بشويه خضره، ونزلنا كمان بالجمبري بتاعنا زي ما شفنا مع بعض. ولكن مخرجنا الجميل عايز يشوف الجوسي، وعايز كمان اوريكم ازاي نقدر ان احنا نغرف المكرونه دي واحنا مع بعض. بص. الله، شفت المكرونه اهي دي اهي، شفت نازله عامله ازاي؟ خلي بالك المخرج مراهن معانا ان المكرونه دي تعجن. المخرج مراهن معايا ان المكرونه دي تعجن. تاني. ما خدتش والله العظيم لو دخلت المطبخ تعملي شاي، لو تعملي شاي في المطبخ تاخد وقت اكبر اكتر من كده. الف هنا وشفا، الف هنا وشفا. المكرونه نازله بكل واحده بتسفسف. نفرتها تاني اهو. طبق حلو زي ده كده. نجيب لحظه التقديم الحرجه بقى، عايزين ناكل المكرونه دي، ممكن نقدمها بشكل حلو اذا انت حابه يعني، ولا خلينا بعد ما نعمل العصير. خلينا نعمل بعد العصير. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل، فيها خبره طهويه، فيها ثقه انك انت عايزه تعملي مكرونه بالجمبري. شفتي عملناها مع بعض ازاي؟ اهم حاجه انك انت تحط السوائل تبقى في نسبه وتناسب عشان المكرونه في الاخر يبقى فيها نسبه الجوس اللي انت عايزاها، وانت بتعملي المكرونه تكون رسمها في ذهنك عايزه تعمليها في الفرن. انا عملتها اخترت حضراتكم ان احنا نعملها على عين البوتاجاز او ندخلها الفرن. عملنا عصير بتاعنا جميل، سموزي بالتمر مع العسل، جميل جدا على فكره. وفي اطفال كتير وانا منهم مش بحب اكل الموز دايما، احب اشربه كعصير. معانا السمك الفيليه القشر البياض، ده قشر بياض على فكره، عملناه بكاتا. ممكن نعمل الفيليه البلطي بس نختار السمكه اللي هي وزنها 500 جرام فوق، 600 700 مفيش مشكله، بناخد الفيليه بتاعها ونشتغل بنفس المدرسه. بس خلي بالك البلطي فيه شويه حسك زياده، فكوني حريصه في انك تنقي منه الشوك او الحسك بطريقه كويسه. تفاصيل صغيره في اكله سمك النهارده، ما فيهاش تكلفه ولا حاجه، فيها خبره طهويه، فيها وقت قليل جدا في المطبخ، بس عشان احنا هوا فكسرنا من الوقت وقعدنا نتكلم مع بعض شويه. ولكن لو انا مع نفسي دخلت المطبخ اعمل الاكل ده زي ما قلت قبل الهوا بالظبط 10 دقائق، واحطهم على النار واطلع بره اشوف لاي شغلانه ثانيه. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.